السلام عليكم خاوتي. مهم جام رانا معارضين للسينيال كبير في لاباج. درت بوست على متوسط الدخل، في الجزائر، وحطيت البوت بريرة باللي الفلسطيني دخل اكثر منه 5 مرات هكذا. لكن البوت بريرة بانه بطل عالمي في التبرير وبطل اولمبي في التبرير هكذا، راكم تبعوا فيا. بما ان بوت بريرة دخل التاريخ في التبرير لازم يلقى لك التبرير. قلت له متوسط الدخل تاع الفلسطيني 900 دولار وتاعك 200 دولار، يعني الفلسطيني يخلص 4 فوا خير عليك، يعني يقدر يخصص ربع الدخل تاعو للقط، مع انت القط في فلسطين عايش خير على بوت بريرة في الجزائر. قال لك لا راك غلط، وحنا عندنا كلش رخيص. يا سيدي ماشي مشكل، راك حاط روحك بوت بريرة كلش عندك رخيص، سما انت يا في بالك الدنيا هذه صاشي حليب وباقي خبز يا اخي، وما راحش تحشم على روحك وتحبس التبرير. الناس هي ضايعه بالشر مساكن، الناس هي كارها حياتها، الناس راهي تحوس تهرب، الناس هي تخمم في الموت باش يتهناو من الوضع اللي عايشينه في الجزائر. وانت يا كي العاده مازالك تبرر، انت تموت على التبرير، تعشق في التبرير وخدمتك التبرير هكذا. وعلى بالي بك بوت بريرة انت تشرب الحليب الصباح والعشيه، تموت على الحليب. انت يا الحلم ديالك في الدنيا هذه انك تشرب الحليب 3 فوا في النهار، فهمت؟ دي زوج صاشيات تاع الحليب ب 5000، تضرب كاس حليب الصباح زيد كاس حليب العشيه، كي الولاد الصغار تعشق في الحليب، تشرب الحليب وتقيل في العشيه، ترقد من الظهر حتى العصر، فاهم؟ سي بورصا راك انت خرجت باش يجيبوا لك الحليب تاع المراعي، فاهم؟ المهم وزير الحليب اللي طايح لك خشين، وزير الحليب هاوليك وزير الحليب. هما ما عندهمش وزاره اسمها وزاره الحليب، ها الشغل ما عندهم لا وزاره اسمها وزاره الحليب لا والو. شوف ابو تبريره هاي اللي على بالي انت كي القط تموت على الحليب، ناطو انت تلحس الحليب، فاهم؟ سي بورصا راح تنتخب تلنا على جال وزير الحليب، هبلتنا بوزير الحليب وخدام وراح يتبع اسعار الحليب ويتبع الصاشيه تاع الحليب، فاهم؟ شوف انواع الحليب اللي كاين هنا يا ابو تبريره، شوف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. وحده ما تشبه بوت بريرة، على بالي انت يا تشتي تكذب وتخول يم يشبهوا البايط برك مبدلينهم لانك بطل عالمي في التبرير. هاي ليك 1 2 اي ما تشبهش بوت بريرة، ام حتى الالوان مبدليهم لك باش ما كاينش كاع كيفاش. 4 3 4 هاي ما تشبهش بوت بريرة، 4 5 6 7 شوف هاي ما تشبهش، 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ما يشبهوش بوت بريرة، هادو 18 هذه الباب الاولى، 19 20 21 22. شفت بوت بريرة؟ شفت وزير الحليب؟ 22 ابو تبريرة، شفت الوزير تاعك اللي تبع الصاشي تاع الحليب من اللوزين حتى الكاسرونه تاع المواطن. 23 هادو يشبهوا، 24 25 26 27 28 29 هادو يشبهوا، 29 30 هادو يشبهوا. ما نطرفك ليكش الحساب ابو تبريرة، 31 ابو تبريرة رانا في 31 الحليب تاع المراعي اللي راح تنتخبت على جال الحليب تاع المراعي. 32 33 34
هذا يشبه هذا وهذا يشبه. انا ما نطرف كليك ما والو، رانا في 34 ابو تبريره 35. لا 34 هذا يشبه كاع، هذا حاطين منه بزاف. 34 هادو كاع يشبهوا 34 35 35 وما عندهمش وفرغ لهم الحليبه 35 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44. أنا قريب نكملوا عدد ولايات الجزائر أبو تبريرة 44 خمس. هذا اللبن أبو تبريرة ما نحسبوه لكش، اللبن اللبن مانيش راح ندخله في الحساب. 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 63 63 64 64 ابو تبريره تاع الحليب، 64 نوع تاع الحليب ابو تبريره. ما عندهمش حاجه اسمها، ما عندهمش حاجه اسمها وزاره الحليب، فهم؟ ما عندهمش وزير خرج في الماريكان وقال لهم نتبع القرعه تاع الحليب من اللوزين حتى الكاسرونه تاع المواطن هكذا. 65 قلنا يا اخي 65 نوع تاع الحليب ابو تبريره، ولا وزير خرج وقال نتبعوا القرعه تاع الحليب من اللوزين من المصنع حتى للمواطن. نتايا ولا وزير يهضر معاك كي لي بيبي الصغار، على خاطر على بالو بيك طموح ديالك في الحياه في جزائر فيها القار كي قاره، طموح تاعك في الحياه الصاشي تاع الحليب كي تروح تلقاها دير عليها لاشين، دير لاشين على صاشي تاع حليب، هذا هو البروبليم تاعك انت. حنا خونا نورمالمون ما عندكش تبرير، خلاص خلصنا درك دي باسينا التبرير. جابوا لك اللقاح، جابوا لك 50 بيكوره تاع اللقاح، هبلتنا في لي باش بالتبرير. وتحيه الجزائر ولا وعزاء للاعداء في الداخل والخارج، ونحن الجزائر العظيمه التي جابت اللقاح قبل كل الدول في العالم، نعم انها القوه الاقليميه. انت ابو تبريره جوطابل جوطابل كي تروح تضرب الدبرا في السبيطار يقول لك جيب الجوطابل وعاود ولي عاود روى، ما عندناش الجوطابل، عندنا الدواء بصح ما عندناش الجوطابل. تحلبت ولاو بعثوا لك اللقاح قبل كاع الدول في العالم، بعثوا لك 15 نبرا ولا 16 نبرا صوروا بهم في النهار هكذا. عيش انت يا ابو تبريره عايش الوهم، ما لمست والو في يدك، عايش اشاعه اشاعه، عايش بالاشاعه، فهمت؟ ونزيد نروح لك دركا للاسعار. انت ابو تبريره درنا لك البوست قلنا لك يا اخي ها متوسط الدخل تاع الفلسطيني او اكبر من متوسط الدخل تاعك باربع مرات، ما حبيتش تاكسبتيها لانك حاط روحك البطل المغوار الذي يدافع على الشعوب المستضعفه بصاشي حليب. انت جد مالين الصاشي الحليب حاير فيها ونهار طول، وانت تحوس تحرر فلسطين وتحوس تحرر العراق وسوريا وغايضينك، وانت نفسك ما حررتهاش. انت يا الخلعه تنوض الصباح بالخلعه تاع الصاشي تاع الحليب، ترقد بالصاشي تاع الحليب، وهذه حاجه كاع الجزائريين يعانوا بها. بصح يا اخي اغلبيه الجزائريين يريكلاموا على الامر هذا، ما مساعدهمش الامر هذا، عابين يعيشوا كناس طبيعيين، حابين يعيشوا حياه كريمه. انت يا الدل وزيد تسلط الدل فوق راسك، وانت زيد دوموندي دل اكبر منه، تموت على الدل. كل ما نجيو نحلوا لك عينيك نو 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 نو، حنايا لباس، حنا الحمد لله حنا عندنا الرخاء، الرخاء بوتبريره تخسلك في زوج دورو
جاي تقول لي الرخاء متوسط الدخل في امريكا راهو 4000 دولار ابو تبريره، يعني 20 مره اكبر من متوسط الدخل تاعك، يعني لامريكا يخلص 20 خطره اكثر منك هكذا. لامريكا الامريكي يخلص اكثر 20 مره اكثر منك ابو تبريره، يشري البنان ب 59 سنت، يعني البنان يشريها ابو تبريره بالدراهم تاع الجزائر يشري فيه ب 7000 ولا 8000، فهمت؟ البنان الكيلو تاع البنان يشري فيه ب 8000، يشري في البنان ب 8000 مالكري انت ما تشتيش البنان، على بالي شتي غير الحليب او بديت لك بالحليب هكذا ابو تبريره. انت على بالي تموت على البطاطا وعلى بالي نهضم مهبلنا بالقواشه تاع البطاطا، وكل ما نجيو نهضروا على الوضع العام في الجزائر ونحوسوا على الدوله المدنيه ودوله الحريات جبد لنا زوج قواشه تاع البطاطا وزوج قواشه تاع الطوماطيش وتقولنا الحمد لله بابانا الجاي نشوف الخيرات ملي نوفمبريه الباديسيه سيطرت في الجزائر شوف الخير. نهضروا انت الدور بزوج قواشه هذوك من باجا لباجا، هاي ليك البطاطا ابو تبريره، هاي ليك 5 كيلو تاع البطاطا ابو تبريره بزوج دولارات، بزوج دولارات و 97 سنت، يعني ابو تبريره الكيلو تاع البطاطا راهو ب 4000 5000، يعني وتشري في البطاطا في الجزائر بالبري اللي يشري فيها لامريكا. الفرق بيناتهم برك نتايا تخلص 20 مره قر الامريكاني، هذا ما كان يعني بالدينار الامريكاني يخلص 70 مليون وانت تخلص 3 ملايين وتشري البطاطا بنفس البري، هذا ما كان. نهضروا نتايا تصورنا في القواشه تاع البطاطا والقواشه تاع الطماطم، حنا رانا نهضروا على أمور أعظم باش نحرروا الجزائر باش نبنوا اقتصاد مبني على الفرد الجزائري حقيقة والناس تخدم وتعيش وتعيش بيها، وانتايا راك تحط الحلم دي العذر ديالك بعد ما الكوارث اللي راهي عايشتها الجزائر لأن وجهك صحيح ولازمك تبرر، أو تهزلنا الكاجو تاع الطماطم والكاجو تاع البطاطا وتضر بهم من باجا لباجا. دوك نوريك لي بري أبو تبريرة في أمريكا على المباشر، على خاطر انتايا ما تحشمش كي نحط لك بوست استعرف وقول قدر الله وما شاء فعل، ولا قول اللهم أعشني مسكينا وأحيني مسكينا وأميتني مسكينا وحشرني مع زمرة المساكين وجيب لنا الحديث اللي يساعدك انتايا باش نقبلوا الدل به والسلام. بصح ما تغننش، بصح ما تخلقنيش كي ندير لك بوست اسكت، كي نقول لك متوسط الدخل عندك او الاخر في العالم قول لي وي، قول وي، قول وي صح عندك الحق في هذه، غلبتني في هذه متوسط الدخل كاينه. دوك نصور لك اللوبيا انت وتمول على البقوليات والفاصوليات هذوك فاهم، انت وتموت على اللوبيا والعدس والحمص هاكي هما شغل البلا برينسيبال عندك فاهم، وشغل كي تضرب فيها سحل لوبيا تحس باللي راك عايش في الجزائر الحره الديمقراطيه فاهم. اروح لهنا يا ابو تبريره باش ما تزيدش تهضر خلاص، هاي ليك اللوبيا ابو تبريره 1 دولار، زوج كيلو زوج كيلو بزوج دولارات، هاي ليك عم يشريو في اللوبيا كيما نتايا، هاي حط روحك الرخا يدهش انت عندك، حط روحك عايش باطل نتايا، انت راك عايش باطل. هاو ديك الروز، الروز 5 كيلو ب 4 دولار، ها الكيلو تاع الروز ب 16000 ولا 15000 كيما نتايا، كيف 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 سي جيست ويس لك 40 خطره اكثر عليك. الحليب فتناه وصورت له 20 نوع تاع بون، شحال قلنا كاين من نوع تاع الحليب 64 نوع تاع الحليب، انا حسبتهم بالنوع. هاي ليك واش المقارون، وين راهي المقارون؟ مقارون هاتو انت تعرض بالمقارون في الجزائر، انا ب 20000 نهز 20000 نتقهوى ونشري باكيت خبز باكيطات خبز ونشري زوج صاشيات حليب ويرجع لي الصرف، يرجع لي الصرف. حط روحك ارشي ملياردير ابو تبريره، حط روحك غني يا رب، يهضر كي شغل غني زعما بيغيت ما يهضرش كيما انت، ما عندوش كونفيونس في روحه كيما انت، ويحب شغل شغل ناس 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 عندها دي مليار دولار وجامي عرضت انت 20000 نشري باكيطه خبز وصاشي حليب وزوج قواره ويرجع لي الصرف. تحيه الجزائر، وانتم تخدموا 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 تسلكوا 3000 دولار تخلصوا بها الكره، راك نعطيك الكره ابو تبريره. بون الامور هادو كاع انت وما تشريهمش، على كل حال ما كان لنا ندير الكليبري تاعهم بس على بالي ما تخممش كاع تشريهم، راني نعرفك هادو كاع انت ما يعنوكش، هادو كاع ما يعنوكش، بصح على بالي شتي تفرج النهار والشروق فاهم، على بالي شتي تفرج النهار والشروق وشتي تشري التلفزيون كبير هكذا باش تشوف باباك ويخطب عليك، يخطب عليك وانت هكذا فرحان به فاهم، تشوفو كبير باش تحس روحك في نص معاه قاعد. راك نديك راك نديك تشوف ليبري لي بري تاع هنا وانت شحال تخلص، بصح نعاود نرجع لك نوري ناكد لك شحال من نوع تاع الحليب برك باش تكونفيرمي معايا الحليب تاع المراعي. صبر درك نعطيك الحليب تاع المراعي،
برنامج الانتخابي اللي انتخبت عليه الحليب تاع المراعي ما تحشمش الحليب تاع المراعي، خلعوك بالحليب تاع المراعي تقعد تضرب في الحليب تاع الصاشيات الى يوم الدين. اصبرني دقيقه برك. واه حسبته، اللي يحب يرجع لللايف في الديبي يحسب 65 نوع تاع حليب. 65 ما كانش 65 نوع تاع حليب. هاي لك حليب تاع المراعي، شفت الحليب هاي تضرب حتى يخرج على خشمك. هاي لك سما انت كون جيت هنايا كون خلات، كون جيت هنايا صاحبي كون حنا نرحلوا للمريخ المزيه اللي ما ايماجيني بوت بريره هنايا هكذا في الفريجيدار هذا مريح، تتبات فين الصو؟ تتبات هنايا ماشي تكوفر برك، تبات هنايا تبات، جيب كارطونه وتريح تموت على الحليب. كي الولاد الصغار نعطيهم تتشرب في الحليب، ما كبرت ما والو، دير مول الحليب اللي حتى الحليب حتى الحليب اللي راك تشرب فيه مطرفك ما كبرتش. 134 134 33 كيلو واش هي؟ انا نشوفو فيك هاو تخرج كي يا اخي صوروكم في القاعات تاع فخامات وهبوت في يحيى بوتبول واش هي؟ شفنا زعما لاطاي زعما السيد لاباس به سني كرايبي نزع تشرب في الحليب بزاف الكالسيوم ما فتش ما فهمتش انايا. فيتامين كخ، تعرف فيتامين كخ هذاك هو اللي راك تشرب انت، تشرب فيه فيتامين كخ في صاشيه صاشيه يا ربك صاشيه هذيك قسما بالله العلي العظيم صاشيه هذيك نورمالمون سي انتردي حتى يحطوا فيها ما عباليش انا لابوبيل ما تقدرش تخدم بلاستيك هذاك تحطوا فيه، يحطوا لك في الحليب في الصاشيه ونهار طول انت طايح خشين ونهار طول انت تعرض وتقول لهم فامي اللي رجعوا لي الصرف. راك نعت لك الصرف باسكو انت ما تحشمش هكذا. كي ندير لك بوست من هنا وجاي نقول لك متوسط الدخل قول لي عندك الحق، فلسطيني يخلص 4 فوا خير عليك اسعرف. عم دي الفلسطينيين دي سيتي ديو في الجزائر كاينين خوتنا في اللايف دي سيتي ديو الفلسطينيين ما يكفروش على الملفاي والعدس، ياكلوا بدراهمهم باسكو لاباس بهم، يبعثوا لهم دراهم من الجزائر بلا الخلاص اللي يزيد الدوله تاعك شريتك بالقوميه العربيه. روح نعاتلك ابو تبرير هاو ليك التلفزيون ابو تبرير هاو ليك 742 دولار ها هاو ليك سامسونج قد بالحملاوي ما تقدرش مام با تحكموا بالكاميرا هاو ليك 742 دولار سما 12 مليون شحال يدير اخوتي تلفزيون كيما هذا في الجزائر شحال يدير ها الرخاء الرخاء يدهش انا عايش باطل في بلادي انا كلش باطل عندي عدو الحياه كلش باطله شحال اخوتي يدير سامسونج شحال يدير سامسونج في البلاد قول لي برك شحال يدير سامسونج في البلاد شحال يدير سامسونج بالحجم هذا في البلاد الاخر في كلش ديزيد ويتيام جينيراسيون ولا كيفاش يسموه هاوليك هاليك هاي 742 دولار ها باطل هنايا يخدم عليه يخدم عليه كي يهبل 4 ايام 5 ايام كي يهبل كي يهبل كي يهبل يخدم عليه 3 ايام انت تضرب 3 سنين خدمه في الديوان الوطني للحقول والبقول الجافه هذيك باش تلم باش تشري تلفزيون كيما هذا يجي الماريكان يخدم 3 ايام يشريه بالبري تاع الجزائر بعد اللي تشري فيه انت في الجزائر به شحال انت تخدم في الديوان الوطني للحقول للبقوليات والحبوب الجافه شحال خلص في 2 ملايين و400 شحال شحال باش تشري تلفزيون في الجزائر ب 18 مليون شحال لازمك خدمه يدير 20 مليون فوالا هاي لك هاوي لك يدير هنايا 14 هاوي لك ها بالبري تاع السكواره بالبري تاع السكوار يدير 13 مليون هذا ب 24 مليون في البلاد هاوي لك هاوي لك شوفوا خاوتي ها ها سامسونج يا اخي ما كذبتش هاي لك هاي لك هاي لك ابو تبرير يا اخي ما كذبت ما والو ها 742 انت يا هذا تخدم عليه في الديوان الوطني للحقول والبقول الجافه هذيك تخدم عليه واحد 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 العامين باش تلم تشري تلفزيون كيما هذا حنا الحمد لله الامريكي تحت القناطر الامريكي تحت القناطر الامريكي تحت القناطر ها الامريكي تحت القناطر وصلت لي وصلت للعالم المتقدم يا ولدي كومباري روحك غير بالبوليزاريو عايشين خير منك وصلت العالم المتقدم حنا كاع انا عايشين الكوارث في الجزائر بصح مستعرفين حنا مستعرفين يا اخي والدينا في الجزائر خوتنا في الجزائر كاع ميزرين مساكن لاباي تاعو ما تكملوش حتى 20 يوم يا خويا بو تبريره انا حيرني انا حتى وليت توسوست قلت بو تبريره بالكي يخلصوا فيه بالباوند ماشي بالدينار بو تبريره بالكي يخلص بالدور هاوليك 79 دولار لا لي زانتيري لا ولا 79 دولار للشهر بو تبريره هاوليك 120 مليون و200 تدي تلفزيون ها للشهر تسلك مليون و200 اليز خلاص تحب تديه كاش 748 دولار هاي لك هاي لك فيزيو قد السخط ها ما نقدرش نحكمه بالكاميرا ها هاي لك مسخر بيا مسخر بيا هاي لك راك تشري في ليبري راك تشري
في التلفزيون غلاء على البري في الجزائر. الماريكان يشريه بالدولار من الماريكان، يشريه رخص عليك انت في الجزائر بالدينار. لي بري تحلمت وليت تعرف لي بري، تحلمت وليت تعرف لي بري، ها اللي تعرف لي بري واللي تعرف لا تيكرون، تعرف كلش انت هي. انت اكبر انجازاتك تلحق على الكار هذيك تاع 3 تاع الصباح باش يا ربي تروح تخرج الوراقي تاعك، الا طاحوا لك كاش حوايج لازم تروح لهم الالجي مرمدينك، ينوضوك على 3 تاع الصباح الكار وداروها لك على 3 تاع الصباح هكذا يتمتعوك يمرمدوك، كل ما يمرمدوك اكثر كل ما يعجبك الحال اكثر. كانوا قادرين يديروها لك على 9 تاع الصباح مينو، لازم يجيبوك مدعمش هكذا باش ترقد في الكار والدي طايح، تهبط من الكار والدي جامد في خدودك. هذه كاع مازال عاجبك الحال، مازالك راك تتمتع، راك تتمتع في الجزائري، راك راضي بالنظام، راضي بالسلطه، راضي بالوضع الاجتماعي، بالوضع السياسي، راضي بكلش. هايلك. هادو كاع انت ما يعنيوكش، هايلك تشري هذا دير فيه من جبالنا باش دير الحمله الانتخابيه، هايلك هذا ب $50 ولا شحال، دير فيه الخطاب تاع باباك، دير الخطاب تاعك تاع باباك وحطه في الطاقه افتخر. وهذا بلا ما نروحوا للكاليتي، كيما قال خونا الكاليتي ما نهضروش على الكاليتي، رانا نهضروا شغل كيف الكاليتي. الكواليتي راهي فرق عظيم، الكواليتي راهي حاجه كاع واحده اخرى. هاليك فاليزا بوتبريره تحب تفواياجي، نهار تولي الفيزا للجزائر بالطابور، هاليك فاليزا $75 راك تشري فيها بوتبريره من البلاد بزوج ملايين ومليون ونص، هايلك هالي مام بري. الفرق برك هو يخلص 40 خطره خير منك، هذا ما كان، هذا هو الفرق. هكذا تشتي نتايا ميزر وتشتي الميزيريه وفرط الميزيريه هذيك على كاع الشعب، هذا ما كان، هذه هي حكايتك. نجيو نغيرو نو، نجيو نهضرو نو، نجيو نقولوا ماشي هكذا نو، لازم حنا الجزائر هذه نعيشوا درك حنايا حتى 2700 وحنايا نعسوا في اللي متربصين بينا بدا. شكون يتربص بجد مالك ابو تبريره؟ شكون يتربص بيك يا ولدي يحتلوك باش تولي تدي $900؟ فلسطين محتله يدي $900 متوسط الاجر، انت تدي $200. شكون الدوله المهبوله اللي تجي تحتلك بتولي تسلك 4 فوا اكثر من السلك اللي تسلك فيه دركا؟ هيا خولي شكون، اعطيني دوله بريده في راسها تجي تغزوك. العراقي يدي 400 متوسط الاجر تاعو $450 في الشهر، يجو يحتلوك بيولي متوسط الاجر تاعك 450، هم يخلوك محتل هكذا خير بالطريقه هذه غير مباشره، متوسط الاجر تاعك $220 باسكو ما كاين حتى دوله في العالم تحتلك وتبدلك غير $220، يمدولك 500 600 كما صار يضرك في العراق في فلسطين. زيد اعطيني الدول بوليزاريو ولا واش راك تهضر، كاع ما يخلصوا خير منك. شكون انت ما يحتلوكش، انت راك مضمون، انت راك كيما نقولوا حنايا راك حاصل مع الشكاره تاع الحليب، وزير الحليب يا دين ربي، وزير التجاره نجيو نهضروا عليه ننتقدوه شعبوي، تحبوش الخدام فقنا بكم الزواف، هذا خدام، هذا كشفكم، هذا يحب المواطن، انتوا تحبوش اللي يحب المواطن، انت تحب المواطن عدو الحياه، ها خدام دركا كي كملت عليك السردين ب 140 في للكيلو، السردين هنا يصيدوا بها ما يبيعوهاش، السردين يصيدوا بها مام با ما يبيعوهاش، خلاص تربح. هذه هي الحقيقه ابو تبريره، ما تبدا تزيد عليها ما والو، هذه هي الحقيقه، هذه هي الحقيقه. هاي لك شو هذا كاع الفريجيدار، هذا كاع الفريجيدار غير الفرماج بواحد باطل، دي فوا قدرت تلقاه باطل، تدي الفرماج تاع الشهر ب 10,000 تاعك انت هي. بصاشي حليب استعمرت العالم، بصاشي حليب استعمرت العالم، صاشي حليب استعمرت العالم، هذه هي الحقيقة تاعك وهذه هي الحقيقة تاع الجزائر. ومادامك تبقى هكذا راح تكمل هكذا علينا، هكذا راح تكمل علينا هكذا حتى النهار يهديك ربي تولي إنسان، تولي إنسان طبيعي. نصور لك الليبري تاع الحوت ومنا باش ما تلعب الناش، خلاص من بعد تقول باسكو عندك الخبز والحليب برك في الحبشه، عندك الخبز والحليب برك مهبطين لك الليبري، باسكو على بالهم يمكن يزيدوا لك في الخبز والحليب تقلب الدنيا، راه كيلو ولات صغار، شفت هذاك الطفل اللي ما يمدولوش الحليب يشرب يبدا يبكي،
هكذاك انت يا ضامنين لك الحليب والخبز بالبيبرو، مشو فيك بالبيبرو. شوف قدامها هذه ابو تبريره، هذه ابو تبريره كابابل تاكل فيها شهرين وانت تضرب في الحوت، شهرين وانت تضرب في البروتين تاع الحوت. هاي لك، هاي لك 10 دولار، هاي لك 10 دولار. تا السردين تشري فيها ب 10 دولار في البلاد. السردين هذه، هذه حوت، هذه قدك في الطول. ها ما تديها للدار، هذيك شغل الكبش، كبش تاع العيد. ها شغل الكبش شويه تاع الحوت، كيما شفت الكبش، الكبش يخي تلحق به عاشوره في الفريجيدار عندك. هنايا هذه تديها ب 10 دولار. ها تاع الكبش، ومن الكبش تاع الحوت هما، هذا هو الكبش تاعهم، فهم؟ هذا هو الكبش تاعهم، هذا هو الكبش تاعهم. هذه هي مدير لك البيبرون تاع الحليب، ضامنين لك الساشي تاع الحليب ب 1700. صراحة زعما الحليب سيفريس، الحليب راك تشري فيه رخيص ما نكذبش. عندك الحليب والخبز برك، هادو هما الزوج حوايج الوحيدين اللي راك تشري فيه مدعمين وماشي بلي بري تاع لي زاميريكا. الحليب ما نكذبش عليك، الحليب 5 لترات هنايا درك نقول لك شحال يدير الحليب، وماشي حاجة ماكش بعيد بزاف. زعما ندير لك البيبرونة تاع الحليب ومدير لك الخبزة، هما هما وليدي وخلاص. انت يا كي تلقى هادو الخبزة تروح للمخبزة تلقاها ب 1000 فرنك، والصويشية تاع الحليب تلقاها ب 2700. تديرنا البوست هذاك تاع 20000، هبلتنا بالبوست هذاك تاع 20000 اخويا، هبلتنا على حساب الهضره تاعك. نورمالمون لي زاميريكا محراقين، ولي فرونسي ولي والرواسه مكحه عايشين حراقين في الجزائر. معيشه باطل قال لك في الجزائر اخويا، المعيشه راهي باطل في الجزائري، المعيشه راهي باطل. الحليب سيفري، الحليب زعما انا ما نكذبش عليك، الحليب وجي سوي داكور معاك. هاليك 3.94 5 طرات، 3.94 5 طرات. الاطراب ماشي بعيده، ماشي بعيده، بصح هذاك الحليب تاع الساشيات وما يتحسبش. واش من قناع عجي جيعان، قال له راه يا جيعان سيد ما صبتهاش ابو تبريره تاع وجهك اقسم بالله. قال له التوفيق روح يا جيعان رانا زايدين يا اقسم بالله يا ابو تبريره، حطك قدام الفريجيدر هذا غير تروح لعند بايدن، بو بايدن تروح لعند رجليه وتقول له مولاي مولاي، ودير له في هذيك المروحه هذه كيما تاع بكري تاع الفراعنه، هز في المروحه كيما البيت الابيض وتمروح لمولاك من البيت الابيض بلا ما تدخل، كاش ما يلحق له شويه برود في السخانه في الصيف، فاهم؟ انت صاشي حليب عبدت القايد على جلال، تجي تقول لي رانا زايدين على القناعه وزايدين على الاخر، خلينا مال وزير التجاره. وزير التجاره قال لك الحليب الصاشي تاع الحليب نتبعها ندير لها جي بي اس متب الساعه، جاي تقول لي زايدين على الشيعه على الشبعه والقناعه. يا راح 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 وليدي راح، بركاو بركاو ما تزوروا في الصحة باين بركاك ترد الدل رده بينك بين روحك، ما تجيش تكسر لي راسي في لاباج، هذا ما كان تجيش تكسر لي راسي في لاباج، لاباج تاعي روح رد بالدل تاعك بينك بين روحك. كي ندير لك بوست اسكت وخلاص، ما تجيش تجي تحكي لي انا تهز لي البوست هذاك اللي جايبو من الصفحة تاع القطط تاع 20000 ويردوا لي الصرف. انا ندي 20000 نشري زوج كبارة وزوج صاشيات حليب وربع تيبانات خبز ويفضل لي الصرف، ديرها انت في امريكا يخيبو تبريره يخي، يخيبو تبريره يخي، يخي بنادم يخي، يخي يخي جنس يخي. ديرها انت في امريكا، روح نوريك العسل الحر ابو تبريره يخي، تقول احنا العسل الحر، العسل العسل، روح نوريك العسل الحر ابو تبريره، العسل الحر، العسل الحر. شوف العسل ابو تبريره، شوف العسل، شوف إطرتين بسبعة دولار، شحال؟ سبعة دولار شحال أخابتي؟ هاي لك العسل، هاي لك العسل أبو تبريرة، شفت العسل؟ هاي جامدة، بس كنت طايح خشينة وحط روحك غير في الجيري عندك العسل، ما كان حتى جنسي يشرب في العسل غير أنتايا، غير ربي مدلك العسل، مدلك النحل، النحل، النحل تاع أوروبا وتاع أمريكا وتاع كندا، ماشي نحل، نو النحل تاع أمريكا، نو، خرجوهما السكر. ماشي العسل، العسل راهي غير في الجيريا، نتحداكم تجيبوا العسل الا عندكم العسل تاكلوا العسل. هاي لك العسل هنايا ابو تبريره 12 دولار. ها هاي لك، هاي لك 3 طرات شحال يدير خاوتي الاطره تاع العسل في البلاد؟ شحال دير الاطره تاع العسل في البلاد؟ شحال دير الاطره تاع العسل في البلاد؟ هيا قولوا لي شحال، انني حاب نفهم ال 20000 هذه كيفاش يرجعوا له الصاري. هاي لك شحال 12.48 دولار. شحال دير العسل في البلاد خاوتي؟ شحال؟ هيا قول لي يا ابو تبريره بشحال تشري في الاطره تاع العسل؟ هنايا العسل ب 4 دولار الاطره على حساب البري هذا، 4 في 3 12، 4 دولار يعني الاطره هنا تاع العسل ب 70000، شحال انتايا تشري في العسل؟
راني نهضر لك بالبري تاع الجزائر راه بالدينار. تما راني نهضر لك كيشغل الامريكان هنا يسلك 4 ملايين، مي هو نو يسلك 70 مليون. اه العسل ب 600 درهم تمسخر بيا، تمسخر بيا. اه كل انواع العسل. اه دي اللي تاكل، اللي تاكل السدر، اللي تاكل تحب تدي، اللي تاكل ما على باليش الورد، تحب تدي اللي تاكل ما على باليش انايا شرب الحليب تاع الساشيات كيما تساعدك. ها كل انواع العسل. ها باطل هاك تمسخر بيا. حتى تشري في العسل في البلاد ب 70 في الليطره، رانا نهضروا معاك بالدينار ابو تبريره. يوم ما درنا لك ثلاث صرايف العمله لا والو، نفرضوا الامريكان يخلص غير 2 ملايين للشهر كيما انت، ما يخلص 70 مليون اسيدي، يخلص 2 ملايين. ايه تمسخر بيا. ها ليك الخبوزات، الخبوزات ها السميد تمسخر بيا. جاي تكسر لي في راسي هنايا، طايح لي السيد 600، هاليك 600 الف دين الله العسل يا الرب الكريم. 500 الف سيطوايا مواطن يخلص فيه 3 ملايين الاطره تاع العسل ب 500 الف يا دين الله. تمسخر بيا. ربع تحرر فلسطين، ها تحرر فلسطين. الشعب الجزائري وحكومته معروفة بدعمها لحركات التحرر ومساندتها للشعوب المظلومة والشعوب المستضعفة. واش اللي مستضعفة؟ ما كان الشعب في العالم مستضعف كيما انت يا، ما كان الشعب في العالم مستضعف كيما انت. راني نهضرها لك ونعاود لك، مش مهابل يحتلوك بيزيدوا لك في لاباي. راك تدي لاباي تاع اضعف مواطن في العالم. واش شكون اللي يحتل واحد يدي في 200 دولار متوسط الاجر تاعو؟ حصلها انت ابو تحصل ابو تبريره، انت العالم عجز على ما يقدرش يفهمك. جا رئيس يكره كاع العرب، كاع لي زافريكا يكره، كاع لي زوروب يهضر عليه، كاع الدول بحال العيب. الجزائر جامي جبدها، جامي جبدها في راك ما جبدهاش باسكو خاف منها، ما جبدهاش باسكو ما تكزيستيش. على بالو باللي في الجزائر يعيش كائن اسمه بو تبريره يضمن له المصالح تاع امريكا في ذلك البلد لمده مليون سنه. بو تبريره مدرسيين ويا ربك بصاشي حليب، بصاشي حليب نهار طول هو ضد التغيير، ضد اي حاجه جديده، كلش ماسونيه، كلش هجوم، كلش الجزائر مستهدفه. واش يستهدفوا فيك انت؟ هي ما كانش، انت ما كانش، انت من العالم هذا كاع طارت لك صاشي حليب. تمام والو ما العالم هذا كاع كيما راه بالخيرات تاعو اللي نزل ربي فيه، بالبحر بالحوت باللحم، بالدنيا طارت لك صاشي حليب وباقيطه خبز. صاشي حليب وباقيطه خبز علاش يخربوا فيك وانت ما تدي فيه والو؟ عندك البترول يستفادوا منه هما، يستفادوا منه هما. نعاود نرجع لك 65 نوع تاع الحليب، انا حسبتهم في الديبي تاع اللايف باش ما يكذبش عليك مبو تبريره. 65 نوع تاع الحليب كاين، ها 65 نوع تاع الحليب. بو تبريره انتخب على جال الحليب تاع المراعي، داروا له الحمله الانتخابيه بالحليب تاع المراعي. يجيك لايف شرب الحليب تاع المراعي، شرب الحليب تاع المراعي، واحد اورنج تساوي واحد دينار بعد سنه. المواطن، المواطن الفرنسي سيسخن بالحطب ويجي الشتاء، يجي الشتاء. تعرض وتصور، ومصورنا في الصيد يجري وراء الغزالة، الصيد لابس الدرابو تاع الجزائر والغزالة لابس الدرابو تاع فرنسا، وانت الوقفة ما تحكمهاش. الوقفة في الدار كون ما تريحش هكذا، تجيب مخدة هكذا وتكي هكذا مع الحيط ما تقدرش تريح، طايح تلك لاطونسيو من الحليب تاع الساشيات. وتجي سنقطعوا أجنبكم، اتركونا، دعونا نمر إلى أوروبا وسنحتلها في 24 ساعة. 24 ساعة سنة ما عندكش في فمك، سنة ما عندكش في فمك. دونتيست، دونتيست ممنوع عليك، دونتيست ممنوع عليك. عندك تروح لوبيطال كاينه برا وحده يضربوها كاع لي سيتوايا، مريض بلي ستوما يضربوا لك البرا هذيك، مريض بالزدره تضرب البرا هذيك، عندك الروم، عندك قلبك راح يحبس راح تموت شويه برك يضربوا لك البرا هذيك. عند الجزائر كومبلي مشوا فيها ببرا، اي مرض في الدنيا كاع تروح لوبيطال يضربوا لك البرا هذيك، يخدروك شويه يبعثوك ترقد. الا منعتك المناعه تاعك منعتك، ولا ما منعتكش ربي يرحمه وصلوا النهار قدر الله ما شاء فعل، دخلت الموت. تروح تريح دانا انك في الدار وتشوف معاك، تقول لك ها وليدي انت تاع الموت، ها وليدي ما بقاش، ولا تقول لك انها ماشي تاع الموت، الخزره تاعك ماشي تاع راح تموت في عمرك 30 سنه، نضحي بيك من قطاع الصحه كاع، نضحي بيك مريسكي بيك ربك، مريسكي بيك. لا لي زاناليز لا التشخيص لهم يحزنون، اضرب البرا هذيك وراح تروح، يضربوك البرا هذيك غير باش تبطل ضبيح، باسكو انت بو تبريره ما عندكش الكوراج.
او ما تطبحوا ناطوا لها يما ها بابا ها جلو ليا ها راح نموت ها 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 لا كوراج جد مالك او طايح خشين برك في الفيسبوك او تمرت تبدا تذبح في الزوبيطو جامي شفت انا واحد يذبح يتنهد غير انت يضرب مديريك البره هذيك يكالميوك بها وتروح تروح هذا ما كان يديروك البره هذيك تحبس العياطات عليهم في لي كولوار تحبس صح باش تروح تريكلامي على الطبا يولي يخلصوا بيا باش تريكلامي على دير دوله صح مدنيه دوله اللي تاع العداله والقانون الدوله اللي نعيشوا بها كاع بها كيما رانا نو 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 تقعد تذبح في في في, في الكوروارات تاع تاع لوبيطال بعد تطفي الغش تاعك في الفرملي هذاك مسكين يخلص فيه 4 ملايين كيما نتايا ماشيينك باسبيجيك باسبيجيك والسلام عليكم وبعثي روح هذه هي هذو هما الاسعار باش ما يكذبش عليكم بوت بريرة ويطمع يزور الوقائع او يحب يطيح خشين يا ولدي انت ما كان والو الفاميل تاعك هذيك اش من فاميل اش من فاميل فاميل هنا الناس يدخلها في زوج دقائق قبل ما يدخل يخدم ديجا دخل فاميل قبل ما يدخل يخدم ديجا دخل فاميل عليك لي دانون الدنيا دانون انت يا بالنسبه لك ايه انت عندك مشكل مع يحيى باسكو جيست قال لك الشعب هذا ما لازمش ياكل دانون ما يكذبش سي لا فيريتي سي لا على درك راك درك الحليب وقطعوا عليك او ماك انت ما تاكلش غير دانون درك الحليب ونحاوه لك الحليب شيبس شيبس ما ياكلوش بوت بريرا شيبس ماشي مليح للصحه بوت بريرا صحي كل شيبس هو هذه الماكله كاع دارتها الماسونيه باش تقتل البشر شيبس هادو كاع هادو ما يتفاهمش معاهم بوت بريرا والكوكا الكوكا بوت بريرا على بالو اصلها وكيفاش حاطين فيها المخدر قرعه كوكا كولا يحكمها لك بوت بريرا يدير لك عليها درس كيفاش جات وشكون جابها واش هو المخدر اللي فيها وباش يولي ما يجيبش الولاد كي تشربها والضرب هو ما قادرش يشريها هذا ما كان وسي جيست ما قادرش يشريها وحاصل في الساشي تاع الحليب يدير لك تحليل على قرعه كوكا كولا فاش كيفاش تاثر في البشر في البشريه وما قدرش يوصل التحليل علاش يشري في صاشي حليب برك مسكين وباقيطه خبز ميزانيه تاعو تسمح له يعيش بالخبز والحليب هذه ما قدرش يوصل يحللها بصح يدير لك تحليل على الكوكا يدير لك على ابل على سامسونج على التليفونات بلي هادو التليفونات باش يستعمروا البشريه يا ولدي فيق فيق مع روحك فيق مع روحك وقال لك خونا شوف لنا الحوت دوك نشوفوا الحوت مش هكذا بوت بريرا عايش في اكبر دوله في افريقيا عندها شريط ساحلي الحوت عندك تموت في البحر يبيعوا لك فيها ب 150000 150000 على خاطر على بالهم بيك بشكاره حليب بيبرو يا ربك 45 سنه مازالوا يسكتوا فيه بالحليب دارك نشوفوا السكر نشوفوا السكر ما كاين حتى مشكل شوفوا كل شيء لايف هذا بربي ان شاء الله يتعرى فيه بوت بريرا مدى الحياه البوست هذاك تاع 20 ميل ما يزيدش كاع يديره لكم في لي باج هايليك الحوت يعني قلت لكم ها هايليك سلامون ها قد 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 بوت بريرا في الطول هايليك سلامونا سلامونا ها 200 ميل بدراهمنا كبش كبش وهي حوته هايلي ومستيكيه وكاع باطل الحوت كروفات كلش باطل هذيك الكروفات الكروفات كيلو ب 40000 كيلو الكيلو ب 40000 بدراهمنا بدراهمنا راني نهضر معك بدراهمنا بوت بريرا ما نحول لك ما والو ونحول لك بسعر الصرف شوف بوت بريرا شوف بوت بريرا الدجاج شوف بوت بريرا شوف شوف الدجاج بشحال شوف 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 95 90000 بوت بريرا شوف شوف قدمها بوت بريرا شفت الدجاج هادي نتايا تضرب بها عام عام وانت تضرب في الدجاج عام وانت تضرب في الدجاج هاي لك شفت الدجاج شوف 80000 يا الله هاي لك شوف الساشي قدمها شوف الساشي قدمها هادي على بالك شحال فيها بوت بريرا هادي فيها هادي فيها 8 كيلو 8 كيلو تاع الدجاج 8 كيلو 8 كيلو تاع الدجاج في الماريكان ب 6 دولار ب 100000 8 كيلو تاع الدجاج ب 100000 انت تشري في الكيلو تاع الدجاج ب 70000 اللي الوزير تاعك قال لك تاكل اللحم ان شاء الله دركا وكي نقول لك هذه يا بوت بريرا اللي حطها هنايا اللي خدمها هذا ويخلص ابو بريرا في الشهر 4000 دولار
يخلص 70 مليون في الشهر اللي يخدم في الوزين هذا، وفي الجزائر اللي يخدم في الوزين تاع الجاج مسكينه ويخلص فيه 3 ملايين، فهمت؟ يبيعوا لك في الجاج الكيلو ب 70 ألف، وعلى بالي انت تقول لي الحلال والحرام وتبدا تدخل هذه وهذه، ولازم تلقى سبه. يبقى ما تدخل سبه ما والو، ها ابو تبرير الجناس، الجناس الجناس اللي يخمو اللي يخمو في كاع الجناس اللي ماشي عنصريين كيما انت، يا لك حلال حلال ابو تبرير. وعلى بالي ما تقراش الفرنسي انت وعندك مشكل معاها، بصح هذه كاين مكتوبه حلال بالحروف تاع اللاتينيه، هاي لك تشوف فيها حلال، هاي لك يا ولدي. ما كونجلي ما والو، يذبحوه اليوم يكملوه غدوه يجيبو. اي ماش كونجلي ابو تبريره، اي ماش كونجلي، هذه هي بروتيجيه. انت والف تدي انت والف تدي الدجاجه، والف تدي والف تدي الدجاجه الدجاجه هكذاك بها بالشعر بكلش، قالو الكونجلي يا ولدي حشم على روحك وتخبى. انا كون جيت في بلاصتك ما نزيدش نبان، ما نزيدش نبان، يا نعرض يا نسكت، ما نزيدش نبان. نشوفوا السكر شحال، نشوفوا الزيت شحال، ونكملوا اللايف هذا. قالوا الدعم، قالوا الدعم الغذائي، احنا الحمد لله الدوله متهليه فينا، احنا النظام على الاقل كل زوالي عايش، كل اللي لاباس بيه عايش، الناس كاع عايشين كرعين الدجاج. قالوا تصدير كرعين الدجاج. يا راه السكر هذا سيدي، هاي السر. اصبرني باك اصبرني، هلا نصور لك القهوة تاني، انت تحب تتقهوة. وقلت القهوة عندنا احنا في الجزائر باطل. القهوة كلش باطل في الجزائري، ما تمسخرش، كلش باطل. سعر اللحم دورك نشوفو، سعر نشوفو كاع لي بري، كاع لي بري على الحقيقة، على المباشر المباشر. هاي ليك القهوة أبو تبريرة، ها هاي ليك أبو تبريرة، شوف شوف هذه شحال، ها هاي ليك القهوة. أصبر هذه نشوف لك يا أخي اللي كاينة في الجزائر، شوف لك اللي كاينة في الجزائر. أصبر شوف، على بالي شوينا اللي دارك الدار في الجزائر. أصبرني تشوف، أصبرني أصبرني. شوف انواع القهوه، شفت انواع القهوه تاع البلاد اللي فاتحه كلش، شفت انواع القهوه، تشرب القهوه انت فارضين عليك زوج انواع تاع القهوه تديهم بلاش دم عليك وتجي تخو. هذا الوضع حنا كاع عايشينو، هذا الوضع وكاع عايشينو. بصح يا اخي يا اخي اغلبيه الشعب على بالو بلي في الهلاك، او غير انت بن عمي، او غير انت، او غير انت. ما لقيتش انا اللي يتبع في الجزائر القهوه. المهم اخوتي القهوه رخيصه، ها هاديك الموكا ب 3 دولار، ها شحال يدير الكيلو تاع القهوه في الجزائر؟ 3 دولار 50 ألف. يا ولدي كلش كيف كيف، كلش كاع كاع لي بري كيف كيف. ها واشنو ثاني؟ وين راس السكر؟ دوك جيت نشوفو لك السكر يا ولدي، هبلتنا مرتنا. دوك نوريك اللحم، اللحم دونك نوري لك اللحم، هاي ليك اللحم 5 دولار 6 دولار بلي شوف شوف بلي بري تاع الجزائر مام با. عندك اغلى، عندك عندك اللحم اغلى، عندك اللحم اغلى، ها بالفراش بكاع كل شيء. كي تهبل اللحم 5 دولار 4 دولار شوف السكر وين راه. شكون لي هنايا شحال النيميرو تاع السكر نسيتو؟ واش من القهوة كل غاملة؟ ايوي مازال مازال ما تحلموش باش تقعد عندهم قهوة. كي شغل نتايا كي شغل نتا القهوة راك تخدم فيها في الجزائر يا اخي، قهوة كاع مستوردة كاع تاع البرازيل اللي عندك في الجزائر. تقول لي واش من قهوة؟ نيسكافي ما لقيتهاش. فهمتش وين راه السكر، راني نحوس على السكر. راه السكر كراك سكر بوب كورن كوكيز اوكي جوس بيكين
ليك السكر ابو تبريره، ليك السكر انت تحب الحلاوه، كثر السكر في الحليب. راه السكر ماشي هذا. فارينا اصبرني برك ابو تبريره دقيقه، برك دقيقه نكون معاك. شوف ابو تبريره، شوف شوف ابو تبريره، راك تشوف، راك تشوف السكر 5 كيلو، 5 كيلو، 5 كيلو. هاوليك البري، انا دارو نقصوا فيه. هاوليك البري، شوف البري، شوف مرسي مونيا، شوف شتو شحال، شتو ولا ما شفتوش؟ هذه 30,000، 5 كيلو ب30,000، السكر كيلو ب6,000، شحال يدير السكر الكيلو في البلاد؟ راني نهضر معاك بالبري تاعك، بالعملة تاعك، راني نهضر على البري تاع العملة تاعك، شحال يدير السكر في البلاد؟ دونك إلا لقيت التمر تشوكا مليح، التمر التمر، خي أنت في بلاد التمر، شحال يدير، شحال يدير السكر خاوتي في البلاد؟ شحال يدير السكر؟ نهايلك هايلك يا اخي ما كذبش، 6 السكر ب 6000 الكيلو في امريكا، يتخدم بيد عامله امريكيه، ترونسبورت تاعو غالي، 12000. هاوليك هاوليك السكر، هاوليك السكر، شفتوا السكر 10000. هاوليك في الامريكان بالدراهم تاع الجزائر رخص، واللي يخدم السكر هنايا الخدام ما يخلصوش 4 ملايين، هنا يخلصوا 60 مليون 70 مليون. هاوليك السكر بشحال يشريه لامريكا، هذا لامريكا اللي يدي 60 70 مليون في الشهر، يخدم خدمه عاديه ماشي طبيبه، طبيب هنايا ويدي حتى المليار في الشهر، 2 ملايير و 3 ملايير في الشهر. هاوليك السكر المباشر، ما كاش 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 ولا الزيت، الزيت الزيت باكين انواع بزاف. هاوليك الزيت، هايليك الزيت خاوتي، هاوليك 4.86 5 لترات، شحال خاوتي يدير الزيت في الجزائر 5 لترات؟ 4.86 هي 4.86 هي 70000، 70000 الزيت خاوتي. هايلك هاوليك الزيت، شحال يدير الزيت في الجزائري؟ شحال يدير الزيت في الجزائري؟ اخي قال لك حنا المعيشه رخيصه، ما تقدرش تقارن، ما تقدرش تقارن الامريكاني يدي 70 مليون بجزائري يدي 40 مليون 4 ملايين، نو حنا 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 كلش باطل. الامريكاني يشري باكيطه خبز ب 2 ملايين، شحال يدير الزيت خاوتي في البلاد؟ هنايا 5 لترات ب 70000، 75000. هاك تشري في الزيت كيما اخ يا. وشوفوا انواع الزيت ابو تبريره باش تعرف باللي عايش مع نظام محتكر. شحال من نوع تاع الزيت عندك في الجزائري؟ كيفاش غالي الزيت عندنا؟ 5 لترات ب 70000 تقول لي غالي؟ يا ولدي على الشيطان، يا ولدي على الشيطان، احشمها احشم، راك تشري بلو مام بري تاع الزيت. شوفوا شوفوا انواع الزيت، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 بلا هادو، واحد 15 نوع تاع الزيت في الجزائري، محتم عليك تشري نوع ولا زوج، كاين زوج انواع تدي ولا ولا قليل البطاطا بالاخر. التمر والله ما على بالي وين حاطينها، ما ماشي مضمونديه بزاف، والله ما على بالي وين حاطينها. وشنو التمر؟ التمر الكيلو ب 4000 تاع البلاد، واش تحسب انت؟ واش تحسب هكذا ابو تبريره؟ يبا البوست هذاك تاع البوست تاعك هذاك تاع فاميل، نهار انت تتعرض بالفاميل هذيك تاع شريت زوج كواره
هاي لك مقارون سباقيطي. ها ها كيف كيف فوالا لالجيريا يشري المواد الغذائية تاعو من الجزائر بالسعر تاع الأمريكي وتستمر الحياة. يشري الطماطم تاع البايط بالسعر تاع الأمريكي، يشري المقارون بالسعر تاع الأمريكي، يشري المايونيز بالسعر تاع المواطن الأمريكي، هكذا كل شيء يشريه بالسعر تاع المواطن الأمريكي. هذه هي الخلاصة تاع لالجيري، هذه هي الضربة القاضية تاع بوتبريرة باش ما يزيش خلاص يطل بالبوست تاعو هذاك ويقول لنا انا هايلك هايلك الطو كيف كيف. ها واحد دولار هذه هي وهذا واش راح نديرو وخلاص واش راح ندير هكذا. وفوق هذا تلقاه يبرر لك ويقول لك رانا عايشين باطل وعايشين في بلاد الخير وعايشين وما لباليش وانتوما راح بيت نزيد نصور لكم برك واحد المادة أساسية تاني في المائدة الجزائرية. بعد الزيت في المادة الجزائرية مهم. أصبروني دقيقة أي خبرك. واللي يحب يشوف البوست تاع متوسط الدخل تاع المواطن الجزائري يرجع لاباش، يبقى البوست تاع متوسط الدخل تاع المواطن الجزائري يا سيدي راحوا للقش. خي ضلوا عندك في القش باطل يا مواطن. السروال ب20,000، السروال ب200,000، شحال يدير السروال جين اخوتي في الجزائر؟ سروال جين عادي زعما ماشي ماركه وكاع. بورتو القش زعما بوتبريره قال لك القش ما تمسخرش، قال لك القش احنا عندنا القش باطل في الأوروب باش تشري سروال لازمك تخدم وتخدم باك نعاتك السروال ابو تبريه. هاوليك السروال ماشي هذاك اللي يتقطع ومن هذاك اللي يضلوا يجيبوا في السراول وتلبسوا سمانه تقطعوا. هاوليك السروال يا اخي السروال خاوتي في الجزائر يدير 300,000 السروال. هاوليك السروال براسك 300 هاو قريب ليه ها بالبري تاع الماريكا. هاوليك هادي هي التريكو. ها 5 تريكو ها هاك هاوليك 80 في التريكو ها بالدراهم تاع الجزائر 80,000 ها هاوليك راك عايش باطل ها راك عايش باطل. هادي يا خوتي مرسي بارطاجوا اللايف هذا ماذا بكم بارطاجوا اللايف هذا على اوسع نطاق باش يوصل باش الناس تفيق باش الناس اللي مازالوا مساكن مأمنين بالرخاف الجزائر ومأمنين باللي هما سيفري ما يخلصوش مليح مي مالغريتو حنايا عندنا كلش رخيص بارطاجيو لهم يفيقوا باسكو ما كاش منها باسكو مجرد خرطي وباسكو اخر حاجه يخموا فيها الشعوب هي الاكل والشرب وزيد تروح للطوموبيلات كيف كيف. تحبوا زيد ندير لكم لايف من 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 الديلر شيب تاع الطوموبيلات راح تلقى روحك تدي الطوموبيل غاليه على الطوموبيل يشريها الماريكاني من الماريكان ولا مقارنه ما تقدرش تقارن نهائيا بين طوموبيل مخدومه هنا في الماريكان وتتبع للسوق الامريكي وطوموبيل موجهه للسوق الجزائري. نفس شوفوا اي بضاعه خوتي اي بضاعه موجودة للمواطن صدقوني غير يشري فيها بلي بري تاع دولة متقدمة اللي المواطن في هذيك الدولة يخلص على الأقل 20 مرة أكثر من المواطن الجزائري. هذه هي الحقيقة اللي ما يقدر حتى واحد يكذبها. لا سياسة لا إيديولوجية لا ما على باليش واش لا أعداء الخارج لا أعداء الداخل لا القزرنة لا بابانا لا الزواف لا الأخر لا النوفمبارية لا القطط للباديسية. هذه هي الحقيقة. الحقيقة أنت يا أيها المواطن شكون كيفاش راك عايش كيفاش راك عايش المواطن كيفاش راك عايش. هذه هي البطاطا راك تشري في البطاطا بالبري تاع الماريكان هايلك 10 كيلو تاع البطاطا ب 40,000 ولا شحال كيف كيف.
انت بشحال تشري في البطاطا في الجزائر؟ شحال راك تشري في البطاطا في الجزائر؟ ب10000 ب12000 ب13000 هاي البطاطا هنا يرخص، هاي يرخص. الملح هنا باطل امين، باطل الملح هنا يا ربي ب عباليش انا يا ربي ب10000 ولا لا 3 كيلو ب10000 تلقاهم. نزيدو نديرو لكم لايف من السيارات باذن الله تعالى، ونكشفوا للشعب الحقيقه، كشفوا للشعوب بشحال راهي تشري. يضلوا يكذبوا عليهم، حنا رانا ندعموا المواطن يتوصلوا السلعه رخيصه. المواطن لو كان ما جاش الدوله قائمه على التدعيم، حنا رانا نصرفوا ملايير الدولارات يوميا شهريا وسنويا على التدعيم للمواد الغذائيه للمواطن. الوضعيه الاجتماعيه تاع المواطن الدوله ما تلعبش بها، مصممين. وبالرغم من اننا في التقشف وانهيار اسعار البترول، الا ان الدوله عمرها ما تخلي المواطن. واش اللي تخلي المواطن؟ راك محروم، راك محروم. يكذبوا عليك الرب الكريم، ما كان لا تخلي المواطن لا والو. راك تشري بلي بري تاع الجزائر وتخلص 20 مره قل على البري تاع المواطن هذا الجان. درك مثال يخلص على الاقل 45 مليون في الشهر، يخلص 45 مليون في الشهر. مثال هذا درك هذا ويخدم في والمارت، انت يرحم باباك يحطوك في 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 ستور كيما هذا، تخدم شحال يخلصوك؟ 4 ملايين 5 ملايين يحطوك في باب الزوار تخدم، شحال يخلصوك؟ 5 ملايين. شوفوا اليد العامله تاعهم شحال في الشهر، 45 مليون. ولي بري تدي فيهم كيما 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 لي بري تاع باب الزوار، كيف كيف. اين الخلل؟ لازم تسقسي، لازم تسقسي روحك اين الخلل، وين راه حقك، وين راه دراهمك، علاه انت عايش هكذا، وش هو الفرق؟ علاه؟ سقسي روحك فيق. تبع لي في الشكاره تاع الحليب، وليت كاين ولاد الصغار يمشوا فيك بالبيبرون، حطوا لك الحليب في البيبرو ويمشوا فيك كي الطفيل الصغير. كي البيبي كي الطفيل الصغير هذاك يمشوا فيه بالبيبرو، بالبيبرو ندير لك البيبرو ويمشوا فيك هاو 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 هاو، وتبكي على الحليب. الحليب والخبز ربك، حليب الخبز يدي باسيوه الناس هنايا في العام الثاني، تدي وليدك للطبيب تقول يقول لك حبس له الحليب، سي بون عنده ما يزيد يدير بالحليب. الجناس يشربوا الحليب على حتى لاج دو دو زون، سي بون السلام عليكم. انت 95 سنه 45 سنه تتوهم على الحليب، تموت على الحليب، تموت على الحليب. سي بون تبقى عقليتك كيما تاع الحليب هكذا، شغل جاي كي الولاد الصغار هكذا ما تفهم ما والو. ماني مغربي ما والو، جزائري. واش من مغربي؟ اه درك بوت بريره يردها مغربي، نو جزائري يا بوت بريره. نصور لك وجهي. اه ما كانش، ما عندكش ما عندكش ما عندكش كيفاش تكذب. قال لك امين حمري يخلص 1000 دولار كي يطير. احكم في الخيط هذاك. مال الشيخ، مال الشيخ هنا في والمارت كي يخدم فول تايم مستحيل يخلص قل على 2000 دولار مستحيل. احكم في الشيء، احكم 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 في الخيط هذاك، احكم احكم في الخيط هذاك، احكم. هذه هي يبا كي تلقاو هذاك البوست تاع بفاميل، شريت زوج تيبانات خبز وصاشي حليب وزوج كوارا ورجعوا لي الصرف. هيا ردها ان استطعت علي من فرنسا. يبا انا نرد لك علي، انا نردها عليك من امريكا، ونتحداك ونتحداك ابو تبريرة عدو الحياة تردها علي انت بلايف من الجزائر بالدينار ديالك وبلا باي ديالك اللي انكومبارابل، باسكو هو هنايا التلفزيون يخدم عليه 4 ايام تخدم عليه 3 سنين. نتحداك ابو تبريره تلفزيون بالحجم هذا في الجيري ب 11 مليون، نتحداك ردها عليا ان استطعت من الجزائر ب 11 مليون. هاوليك ب 11 مليون، ها سما كابابل نخدم في الجزائر ونجي نشري التلفزيون منا من الماريكان ونخرج رابح في لافير خير منك. هاوليك ابو تبرير، ردها عليا تشوفي ان استطعت، ردها عليا ان استطعت. 20000 نشري زوج تبانات خبز وصاشي حليب وزوج قوارة ويرجعوا لي الصرف. نتحداكم انتم اللي في اوروبا اللي ضايعين بالشر ومتشردين، نتحداكم نتحداكم تكفيكم 20000، انتم 20000 شريوا تبانه خبز على خاطر عايش غير بالخبز. الخبز دير الحليب في الكاس وتدخل الخبز لداخل وتاكل بالمغرب كي الولاد الصغار. واحد في عمره 3 سنين ياكل الروبا هذه، خبز والحليب، خبز والحليب. ردها عليا تشوفها ان استطعت، ردها عليا ان استطعت، ردها عليا ان استطعت. كون راجل وروح خرج دركا للحانوت اللي قريب ليك وصور لي فيليبس بالحجم هذا، بالحجم هذا ب 11 مليون.
ردها علي إن استطعت، ردها. علاه؟ ما تقدرش باسك تكذب، باسك على بالك بالحقيقة، باسك ما حابش تتقبل الحقيقة تاعك. هذا هو البروبليم تاعي. ردها علي إن استطعت، سامسونج ب 678 دولار ب 11 مليون في الجزائر، ردها إن استطعت. شوف هاوليك، ردها تشوف إن استطعت. ما تقدرش. روكو هذا تي في باطل هنا يا هاليك، 7 ملايين هاليك، هاليك هاليك 7 ملايين. ها ردها علي تشوف إن استطعت، رد علي تشوف إن استطعت سامسونج ب 742 دولار. ها ما تقدرش تردها علي. ها جيب لي تلفزيون ب 13 مليون سامسونج ويديام جينيراسيون الاخر. ها ما نهضرولكش على الكاليتي، الكاليتي يا اخي. السامسونج تاعي يتركب عندك ويتركب بيد العامله تاع الجزائر ويتخزن، يتخزن السامسونج عندك. جو بونس السامسونج عندك يتخزن بال 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 في 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 ستور جزائري. سامسونج عندك يتخزن في 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 لونغار هذاك اللي اسمه جزائري. كلش باطل في الجزائر. خدام يدي 3 ملايين. هاوليك سامسونج، سامسونج شحال يدير؟ ترونسبور تاعو غلا 10 خطرات عليه في الجزائر، اليد العامله غلا 10 خطرات عليه في الجزائر، التخزين تاعو غلا 10 خطرات عليه في الجزائر، لي زامبو تاعو غلا 10 خطرات عليه في الجزائر، ويلحق للمواطن ب 13 مليون، وانت بوتبريرا يلحقك ب 30 مليون 25 مليون. ما سقسيتش روحك؟ ما سقسيتش روحك؟ ما سقسيتش روحك علاه؟ ها ما سقسيتش راحك علاش لا ديفيرونس تاع البري هذيك لما تروح؟ هادي بغض النظر انه الخدام في 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 امريكا ويخلص 60 70 مليون، الخدام في امريكا ويخلص 60 70 مليون. ما سقسيتش روحك لا ديفيرونس هذيك وين راهي تروح؟ نورمالمون التلفزيون نتايا بلا باي تاعك هذيك يديروه لك بمليون، يديروه لك بمليون التلفزيون، باسكو عيب تخدم على التلفزيون 4 شهور. هو هنا يخدم عليه سم... ثلاث ايام خدمه يا رب العالي، ثلاث ايام خدمه يدي سامسونج كوندور ب 13 مليون انتردي تفرج فيه. سي انتردي المرات تبان لك راجل في الكوندور تاع المول كاليتي عيانه. بلا ما نروح لك، بلا ما نروح لك، منين ندورها عليك خاليه عليك، منين ندورها عليك خاليه عليك. والله منين نروح لك؟ نروح لك التليفونات، نروح لك وين تحب، وين تحب، وين تحب خاليه عليك. منين تحب ندورها لك؟ ردها درك عليا إن استطعت. فهمي لا تيباني خبز وساشي حليب وزوج قبالة ويرد لي الصرف، وانا تحداك نتايا بميل بميل تشري ويرد لك الصرف. ايبا فيليبس، فيليبس ب 11 مليون. وين هاليك 9 ملايين اخوتي. ها هاليك فيليبس، شوفوا شحال قدمت، شوفوا خوتي فيليبس ب 9 ملايين في امريكا، مخدوم بيد عامله امريكيه تخلص 20 مره على يد العامله الجزائريه، منقول بوسائل النقل الامريكيه يخلصوا عليها 20 مره على وسيله النقل الجزائريه، ومخزن في مخازن امريكيه، التكلفه تاع التخزين في امريكا 20 مره اكبر من تكلفه التخزين في الجزائر. هاوليك الفيليبس، هاوليك الفيليبس. سقسي روحك، لازم تسقسي روحك علاه انايا نشري فيه غالي؟ اين الخلل؟ على بالك وين راه الخلل؟ بصح بصح عمرك ما تنفض عليك الغبار، تخليهم يديروا على ظهرك الملاير والملياره، وانت مواطن جزائري فيليبس كيما هذا ما تقدرش دير للدار، وبالك تخدم كيما نقولوا حنايا الصباح مع العشيه، بالك ملي تخرج على الربعه تاع الصباح وانت يا تخدم حتى التسعه تاع الليل. ردها عليا ان استطعت درك، تخرب فيا، تخرب فيا. الناس ماشي قاعده لك، الناس راهي انت بوتبريره، الناس راهم يشوفوا فيك ضحيه وغايضهم. بصح انايا نقعد لك، نمد لك ساعه من وقتي ونقعد لك. ردها علي ان استطعت، ايبا ردها علي. كونك راجل يا اخي عايش في بلادك في الجزائر، واحد ما يمنعك، والناس الكل معاك، النظام معاك، كلش معاك. روح دور 48 ولايه كون تلقاه بالبري هذا اللايف ما نزيدش نديرو، اللايف ما نزيدش نديرو. يعني نحلف لك فيليبس تا كوندور المرات تبان لك راجل، والراجل يبان لك مرا فيه تشري ب 11 مليون. فيليبس قد السخط، اقسم بالله في الجزائر ما تديه من تحت 30 مليون، متاكد. هاوليك 11 مليون، هاوليك
غيضتني الجزائر ماشي انت يا ياسين. غيضتني الجزائر غيضتني الجزائر في رايك انت هيك غيضني انت في رايك ياسين انا نخمم عليك انت يا وكنتو ما داروكم دولة وحدكم مثال وتشيروا بليبري هذا صافي بليزير يا سيدي ماشي مشكل نديروكم دولة وحدة نوفر لكم مصنع تاع الحليب ومصنع تاع الخبز ومصنع تاع الدخان ومصنع تاع الكاروكي هذاك اللي تشرب به الحليب ساعة ساعة كي تترفه في القهوة وعيشوا عيشوا. الناس تحب تشري الناس تحب تقلش سبحان الله الناس بدا بيها يخدم ثلاث ايام شريتي لي كيما هذا انت عندك المشكل ديالك البطاطا والحليب والطوماطيش كل ما نهضروا معاك ترفد لنا الكاجو هذاك تاع البطاطا والكاجو هذاك تاع الطوماطيش. شوف خيرات بلادي شوف خيرات بلادي يا الزواف كحل يا الزواف كحل يا ولاد فرنسا كحل يا ولاد فرنسا حط راك عايش لا بيل في يا خويا عندك زوج كواجه تاع الطماطم ضاربين من باجا لباجا هذا واش قدر دير في الجزائر الجديده في عامين زوج كواجه طوماطيش وزوج كواجه بطاطا وفي الاخر بروفيتلك بلي وتشري في الطوماطيش في الجزائر غلى على هنا في الماريكان اه ما تحشمش ما تسحيش اه ما تحشمش على عرضك اه نهار انت يا ردي سما انت يكون شي تشري فيليبس بالبري هذا خلات خلات العالم كاع تحتلو نتايا كل ما نهضروا على التغيير منا وجعتكم الطوماطيش اه الخيرات بلادي البطاطا الطماطيش الحليب الخبز مازال ال يا ولدي روح امشي رانا في 2020 الناس ولات تاكل الكاشيه يضرب كاشيه ما ياكلش سمانه حتى مازلت لي حاصل لي في الواحد المفيد ردها عليا ان استطعت كونك راجل كونك راجل ودور لالجيري كومبلي لالجيري كومبلي يا سيدي نفرضوا انت تخلص 70 مليون يا سيدي الشهر كيما الامريكاني نتحداك دور لالجيري كومبلي الى لقيت تلفزيون بالبري هذا انا نحبس اللايف نغلق الباجا ماشي نغلق الباجا برك نولي نوفمباري باديسي من جماعه القطط والله غير نولي من القطط راني حلفت لو كان جيبو بالبري هذا في 48 ولايه اللايف نحبسو نولي قط نولي انا تاني نامن بالياقوتة والسخوي ولي فرونسي يسخنوا بالحطب ونولي مهبول كيما نتايا هاي خلصنا دركا فريناها هكذا باش ما تزيدش تجيب لي هذاك الباس تاعك تاع 20000 انا 20000 شي باكي تاع خبز وشكاره حليب وزوج قبارة ويرجعوا لي الصرف وانتوما نتحداكم الى 20000 تشري لي باكي تاع خبز ها 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 يا اخي بيبرون خبز عايشينك بالبيبرون ندير لك البيبرونه وندير لك الساشيه تاع الحليب هذيك تفتح الفريجيدار كيوجعك راسك تروح اعطوني جنس متحكمين فيه بالبيبرون في عمره 45 سنه المملكه الحليبيه مملكه الحليب سي بورسا جابوا لك سي نورمال يجيبوا لك وزير يهضر لك على الحليب برك على بالهم بيك نزيد نعاود نرجع لك نزيد كونفيرمي لك باسكو راني نخرج راني نخرج باسكو انت يا معضلة القرن انا كون جيت عايش معاك في الجزائر يا حصرام اللي انتحرت انا مزياني ما عايش معاك انا مزيه مانيش عايش معاك المزيه اللي مانيش عايش معاك وزير التجاره يخلي عقلك لاصق في الشكاره تاع الحليب في البيبرون ما يهضرلكش وزير التجاره على فيليبس على يدير في امريكا 11 مليون وفي الجزائر يدير 30 مليون مع انه اليد العامله ارخص وسائل تكلفه التخزين ارخص وتكلفه النقل ارخص ماشي ارخص برك ارخص باضعاف مضاعفه نتايا وزير التجاره ملي يخرج هو الساشي تاع الحليب نتبعوها من اللوزين حتى للكاسرونه تاع المواطن قطره تاع حليب ما تنقصش باسك على بالو بيك مدرسي بالبيبرونه يمشوا فيك بالبيبرونه اما بصح التلفزيون ما يقولكش على التلفزيون في الجزائر في بلاد الرخاء ويد العامله رخيصه وكلش رخيص كلش باطل في الجزائر شري فيه ب 30 مليون وهنا يدير 11 مليون ب 30 مليون وبالك والله ما تديه نزيد نعاود لك لايف من السيارات ابو تبريره نزيد نعاود لك لايف من السيارات هكذا نزيد نعاود والطبيبه هذيك اللي دارت الفاكسا خرجت لهم طبيبه تقول لهم ملي درت الفاكسا وانا نحط روحي نحس روحي بيا بصحتو النظام الجزائري عنده نتوما بصحتو النظام انا حاسد النظام الجزائري في حاجه عليكم نتوما كاع الانظمه في العالم حاسدين النظام الجزائري عليكم نتوما ما كاينش نظام في العالم قدر يسكت فئه بالشعب من الشعب بالبيبرونه نتوما بصحتو صاشيه
صاشية تاع بلاستيك شوية بودرة وشوية ماء سكت مليون ولا زوج ملايين ويبعتها للصندوق بالبيبرونة بالبيبرونة بالبيبرون. يا انا نروح لا طونسيو طلع لي نورمال باسكو قلبي ويوجع اخوتي. انا والله غير الجزائر انا مانيش عايش في الجزائر وما نتاثرش اقسم بالله العلي العظيم. غير كل ما نتفكر باللي المواطن الجزائري يشري في البطاطا بالبري تاع المواطن الامريكي وهو يخلص 20 مره قل على المواطن الامريكي قسما بالله غير الدمعه تقرب تطيح لي يا رب الكريم. وكي نهضروا على المواطن هذا وخدام كيفه راهو قرا وراح للجامعه ودبر بوست دو ترافاي سمو دار كاع واش عليه مسكين دار كاع واش عليه دار كاع واش عليه و هذه هي اللغه اللي تفهمها نتايا. انت ما تفهمش ابو تبريره الاقتصاد ما تفهمش توزيع الثروه العادل ما تفهمش مبدا تكافؤ الفرص ما تفهمش المنافسه العادله ما تفهم والو ما تفهمش الامور هادو ما تفهمش اقتصاد الريع ما تفهمش اقتصاد السوق ما تفهمش انه الدوله ما لازمش تكون مالكه للمال تكون مسيره للمال فقط ما تفهمش النظام الضريبي اللي يكون في صالح المواطن ما تفهمش تكلفه الانتاج ما تفهمش اليد العامله المؤهله ما تفهمش انه نظام اقتصادي مبني على الفرد. هادو كاع انت ما تفهمهمش. انت تفهم نجيك لهنايا الاول مرت ندو نصور لك البطاطا باسكو انت يا هذا هو مخك ولاصق مع البطاطا نصور لك البطاطا ونحط لك البري تاع البطاطا ونقول لك كومباري. هذه هي تهلا في رواحكم خاوتي والسلام عليكم صحيتكم. وما تنساوش بارطاجيو لهم اللايف هذا بارطاجيو لهم اللايف هذا على خاطر على الاقل حتى ما نغيروش النظام ماشي مشكل بصح على الاقل واني مانيش مدير البافيت ابو تبريره فهمت في الطوموبيل انت يديروا لك بروسي هم خايفين على الصحه تاعك. على الاقل اقل حاجه ما يزيدوش يديروا لنا برك البوست تاع شريت 20,000 شي تيبان خبز وصاشي حليب وزوج قوارة ورجعوا لي الصرف. هذا هو الشرط ديالي. سما بعد اللايف هذا ما نزيدش لازم كي ندخل الفيسبوك ما كاش كاع هذاك البوست هكذا ما كاش هذاك كاع البوست. ونزيد لك واحد تاع الطوموبيلات نقلشك وزير الصناعه الطوموبيلات وفي الجزائر الطوموبيل رخيصه والمواطن الجزائري لازم طوموبيل رخيصه. دونك نزيدو نعاودو نشوفو لي بري تاع الطوموبيلات بالسعر ديالها بالدينار في امريكا. سما انا وجهلت وعيب الهضره هذه وعيب تهضر على بري بالدينار. انا راني نهضر على لي بري بالدينار تاع الجزائر بلا اخذ بعين الاعتبار انه المواطن الامريكي يخلص 20 مره اكثر على المواطن الجزائري. السلام عليكم. اسمع والعالم كاع هكذا تقوليش الماريكان ودوله العالم كاع هكذا. انا مانيش نهضر لك على النووي هنايا مانيش نهضر لك على المريخ مركبه فضائيه راني نهضر لك على البطاطا والطماطيش والحليب اللي نتايا عجبك الوزير التجاره عليهم والجاج والحوت واللحم. زعما سي با لا بين تقول لي بصح امريكا دوله استقلت سنه وسرقت العالم واخذت ذهب العالم وعندك التبرير عندك وفي الحرب العالمية الأولى أخذوا الذهب إليهم ومنه سيطروا علينا. أنت قاوي في المواضيع هادو قاوي فاهم النظام المالي الجديد فاهم النظام الاقتصادي فاهم حركة عدم الانحياز فاهم الحرب الباردة فاهم الروس الصراع السوفيتي الأمريكي وأنت جاي مع الروس ما على باليش علاش جاي مع الروس وصاي هادو كاع فاهمهم الله يبارك. خبير جيوسياسي. أنا ما نهضرلكش على هادو أنا نهضرلك على البطاطا أنا نهضرلك على الطماطم نهضرلك على السكر أنا نهضرلك على الزيت أنا مانيش نهضرلك على ناطحات السحاب والجسور المعلقة فهمت وال5G والطوموبيلات اللي الموتور تاعها على بالي 5.0 ولا 6.2 راني نهضرلك على الطوماطيش والبطاطا والحليب والسكر والزيت. ما دخلناش حكايه الحرب البارده والذهب والفضه. طماطم كيما تغرس انت الطماطم عندك كيما هو ثاني يغرس في الطماطم عنده اكثر. بوتبريره عدو الحياه عديم الاخلاق كيما يقدرش يرد يولي يسب في الكومونتير لانه اخلاقك غير سب وشتم لانه هذه هي الحقيقه تاعك. لانه درك كون يوصل اللايف هذا لاي واحد شافك البوست شافك حاط البوست تاع 20,000 هذاك يديرك سينما يضحك عليك يولي يردك تحريشه تغيضك روحك تولي تسب في الكومونتير. هذه هي تهلا في رواحكم. الدعم تاع الخرطي بارك الله فيك.